تعرف على طريقة وكيفية حل المشكل، دليل تسجيل الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر من الهاتف. نقوم بالضغط هنا على موقع جوجل، نصف نقوم بالبحث عن موقع ACDPMA، تفيد هنا على هذا الشكل، نصف نقوم بالضغط على طلب الاستفادة، نصف نقوم بالبحث عن الجنس أنثى أو ذكر، نصف نقوم بكتابة رقم بطاقة الوطنية التعريف الإلكتروني، نصف نقوم بكتابة معرف الرقم الخاص بك، نصف نقوم بكتابة تاريخ الولادة، نصف نقوم بإدخال الرمز الأعلى، بعد نصف نقوم بالضغط هنا على التأكيد، من ثم نصف نقوم بإيقاف تشغيل الكتم. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في